بمناسبة اليوم العالمي للماء الذي يصادف 22 مارس من كل سنة، حققت جمعية جوهرة البحر المتوسط إنجازا متواضعا يتعلق بالتحسيس بأهمية الماء، وهذا بفضل شراكة مع مجموعة الفعاليات من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وجمعية إمبيدال ووزارة التربية الوطنية وولاية جهة تزا الحسيمة تونات ومندوبية التعاون الوطني وعدة جمعيات وشركاء. ولهذا الغرض أنه قمنا بعدة حملات تحسيسية بالمدارس الابتدائية ودور الأطفال وقرى الأطفال SOS ومجموعة يعني من العملية التحسيسية لفائدة كذلك السكان جهة أو ضاحية حد الروادي بن بوفراح وطرس. يعني في هذا الصدد الجمعية قامت بإنجاز أغنية تعلق بأغنية للطفل حول التحسيس بأهمية الماء. قد قمنا بإنجاز شريط فيديو يتكلم عن أهمية الماء وعن الحفاظ على الماء، وكذلك هناك المشكل يتكلم عن المشكل العويص وهو انقطاع الفتيات في العالم القروي عن الدراسة بسبب جلب المياه. وهذا مشروع يعني وزع على جميع المؤسسات التعليمية ودور الأطفال ودور قرى الأطفال SOS ودار الأطفال دار الطالب ودار الفتاة التعاون الوطني.